في عناصر من اللي شاركوا في تنفيذ الهجوم رصدناهم وهم بيشتروا اكل. اتحركوا بيه العمارة تحت الانشاء جنوب العريش وحددنا الاحداثي بتاعهم. حق الشهداء هيرجع النهارده. عايزين بعد الجنازة نذيع بيان القوات المسلحة على طول، ماشي؟ يلا ماشي. عايزة تغطية لوصول الشهداء لأهليهم والجنازات في كل مدينة. حاضر. وعايزة لقاءات مع أهل الشهداء، ربنا يصبرهم على اللي هم فيه. الله يكون في عونهم بصراحة.